النهارده ذكرى وفاه الفنانه هاله فؤاد صاحبه الروح والطله الحلوه اللي رحلت عن عالمنا يوم 10 مايو 1993، رغم رحله فنيه قصيره لكنها خطفت قلوب كل معجبيها ومشاهديها. طبعا هي من اسره فنيه عريقه، والدها هو المخرج احمد فؤاد، وكانت زوجه الراحل العظيم احمد زكي ووالده الراحل هيثم احمد زكي. قدمت مجموعه كبيره جدا من الاعمال المهمه سواء في المسرح او السينما او التلفزيون، من اهم افلامها فيلم الحدق يفهم ومسلسل الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين. تعالوا نشوف تقرير واهم المحطات الفنيه في حياه هاله فؤاد. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة هالة فؤاد التي رحلت عن عالمنا في 10 مايو عام 1993، وكان لديها وجه جميل يشع بهجة مما جعلها تصل إلى قلوب المشاهدين بكل سهولة. ولدت هالة فؤاد في 26 مارس لأسرة فنية، فوالدها المخرج أحمد فؤاد، وقدمت أدواراً صغيرة وبدأت رحلتها الفنية بعمر عامين في فيلم العاشقة، حتى شاركت في فيلم مين يجنن مين مع محمود ياسين وحسين فهمي، ثم انطلقت في مسيرتها. ايوه انا بحب احمد وهو بيحبني، وما فيش قوه في الدنيا هتقدر تفرقنا عن بعض. شاركت في عدد من الاعمال الهامه، ابرزها حاره الجوهري، المليونيره الحافيه، الساده الرجال، عاصفه من الدموع، وفيلم الحدق يفهم الذي عملت فيه مع والدها المخرج احمد فؤاد، وقدمت فيه عددا من الرقصات والاغنيات بصوتها. بعد توقف شريهان عن فوازير رمضان، اختيرت هالة فؤاد لفوازير المناسبات مع صابرين ويحيى الفخراني في عام 1988. بس أنا خايفة. خايفة؟ مش المفروض إني أحب البني آدم العاقل ما يخبطش دماغه في الحيط. وفي المسلسلات قدمت الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين، وكان آخر أعمالها الفنية اللعب مع الشياطين الذي عرض بعد اعتزالها في عام 1991. ما جاش خلى حياتي تتغير ولا رأيي يتبدل في حسين. حسين بالأول ما كانش ليا ولا أنا كنت ليه، عرفان ملوش دخل في الموضوع. ما أنت كنت قاعدة وساكتة وكافية خيرك شرك. أنا كنت مستحملة حبستي في البيت، كنت مستحملة جهنم اللي كنت فيها، مستحملة بعدي عنكم، مستحملة العيش يا بابا مع واحد ما تربطنيش بيه غير حتة ورقة رسمية. ما كانش ممكن استحمل الخيانة. جمعها مع الفنان الراحل أحمد زكي قصة حب، وتزوجا عام 1983 في زفاف أسطوري، وأنجبا ابنهما الوحيد الفنان الراحل هيثم أحمد زكي. وانفصلت الفنانة الراحل عن إمبراطور السينما وتزوجت من الخبير السياحي عز الدين بركات، وأنجبت منه ابنها رامي. بعد قرارها اعتزال الفن بفترة قصيرة، أصيبت هالة فؤاد بسرطان الثدي، وبدأت رحلة علاجها بين مصر وفرنسا، وتم علاجها من السرطان لفترة مؤقتة، ثم عاودها المرض مرة أخرى حتى وفاتها. رحلت هالة فؤاد عن عمر ناهز 35 عاماً، وتوفيت في 10 مايو عام 1993.